السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، مرحبا بكم في قناة وصفات لكم. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم جئتكم بوصفة هي رائعة لتقشير البشرة. فنعلم أن نظام العناية بالبشرة يتطلب تنظيف البشرة وترطيبها، ولكن هذا لا يعتبر كافيا للعناية بالبشرة. فالتقشير أيضا مهم للبشرة لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة، كذلك يشجع على نمو الخلايا الجديدة، ويمكننا الاعتماد على المكونات الطبيعية لتقشير البشرة. فوصفة اليوم هي لليدين والعناية باليدين. نعلم أن أغلب السيدات يقومون بشكل روتيني بتقشير بشرة الوجه وينسون تقشير بشرة اليدين، وهذا خطأ كبير، لأن اليدين عنصر بالغ الأهمية في زيادة جمال المرأة، وعند تقشير بشرة اليدين يتم إزالة الخلايا الميتة والتصبغات كذلك، كما يزيد من نعومة اليدين ونضارتها بشكل كبير. لذلك يجب القيام بالتقشير بشكل مستمر لليدين للتخلص من الآثار التي تصيب اليدين بسبب الأعمال المستمرة التي تصيب اليدين. إذا قبل ما نمر للوصفة، أتمنى منكم أحبائي إن كنتم أول مرة تزورون قناتي على اليوتيوب، لا تنسوا الاشتراك وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا فور نزولها، ولكم مني دائما جزيل الشكر. إذا في المكونات سوف نحتاج إلى زيت جوز الهند، كما سوف نحتاج أيضا إلى السكر الخشن. نمزج مقدار ملعقة كبيرة من كل من زيت جوز الهند وكذلك السكر الخشن. نمزج المكونات جيدا مع بعضها البعض، كما يمكنكم هنا مضاعفة هذا الخليط وتخزينه في وعاء ويستخدم على مدار الأسبوع. نأخذ القليل من هذا المزيج ونطبقه على اليدين. يتم فرك اليدين بشكل جيد، ثم في الأخير تغسل اليدين، يعني بعد 5 دقائق من الفرك المستمر. يعني هي وصفة جد سهلة وبسيطة جدا وغير مكلفة، كما أنها لا تتطلب الكثير من الوقت. هنا بعد استعمالكم هذا التقشير مدة 5 دقائق، تقومون بغسل يديكم وتجفيفها، ثم تقومون بوضع مرطب أو كريم مرطب مناسب لبشرتكم. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل، وأتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا وضع لايك وكذلك مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة. ولكم مني دائما جزيل الشكر. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة، ودمتم في أمان الله.